السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن الاسم الكريم؟ ملياني بالخير. السيملياني. السيملياني، جيت لمقال الجريدة والمركز المغربي لحقوق الإنسان. نعم سيدي. قلت لي حسيت بالحقرة والغبن وغبنوك وكاين شي مسائل خطيرة وبغيت تصرح بها. كاينة. شنو تقول السيملياني؟ أنا مؤخرا اكتشفت واحد الوثائق مزورة. وثيقة مزورة. للإشارة غادي نقاطعك، السي ملياني واحد من الورثة ديال الملياني اللي هذه سنين هما في المشاكل، تلاهبط على واحد الأرض اللي كيقول السي ملياني أن هذه الأرض ذا عليهم شي أمين حزب، أمين عام ديال شي حزب معين، وليد ذا الأرض. ومن بعد ما ذا الأرض وشنو وقع؟ بقينا مع المحاكم، رحنا بالمحاكم. واش ذا الأرض شراها عليكم ولا اختلسها؟ ما زال هو كيقول حنا كنا تفاهمين بواحد الثمن، وصدق هو قايل ثمن. دخلنا للمحكمة معاه، المحكمة نصفتنا، عطاتنا حق. مؤخرا اكتشفنا بواحد القضية يا ودي يا أستاذ، المحكمة ولات جدوها. كيفاش جدوها؟ بواحد لقينا ماناش السبب، ما عرفناش، بقينا يلاه معاهم، واخا جدوها حكمنا بالصالح ديالنا ابتدائي ستين. يعني داروا النقد والملف تنقد. التنقد غلبناهم في الملف الأول. ملي غلبناهم ولاو يحلوا محكمة أخرى. دعوة جديدة. دعوة جديدة. أييه. ما عمر أنا ما شفت. هاد الدعوة شنو فيها؟ إتمام البيع ولا؟ إتمام البيع. المحكمة الابتدائية غلبنا. الاستئناف غلبنا. غلبكم حكم ضد حنا. لا غلبنا. أنتوما غلبتم. إيوا مزيان، إيوا راه عطاوك حقك. وناضوا داروا في النقد والإبرام. هنا المشكل. كيفاش انت ناصفني في المحكمة الابتدائية الأولى والوجاد وتا الزوجة نورمالمون ما خصهاش كاع تكون كانت، ونفس الدعوة ونفس الشكل ونفس الأطراف ونفس كذا، ما قلنا ما عليك يا سيدي. كي وصلت للنقد تنقد الملف. تنقد الملف. إيوا عادي لحد الآن كل شيء عادي. واه ولكن هنا فين اكتشفنا. اكتشفنا فين الحكم ولا الصالح ديالهم. إتمام البيع. إيوا هادي المحكمة قالت الرأي ديالها خويا. لا إن اكتشفنا بواحد العقد مزور. كاين شي حاجة مزورة اكتشفوها. فوالا واحد الإسئال داروا واحد الوارث من عندنا بايع لهاد الناس باع لهم. شي وارث باع لهاد الناس ودار شي إشهاد. شنو كيقول هاد الإشهاد؟ هاد الإشهاد كيقول أنا الموقع أسفل السيد كذا. زيد كذا من الأسماء. المحامي اللي نطق التعريف كذا. أصارع نفسي ونيابة ولاتة الملياني. فر هاد الولاتة هادو، عطينا أنا عطيه شي وكالة، أنا ما عطيهش وكالة. كيفاش هو ينوض ويدير هاد الإشهاد؟ إذا ما فرها الصحيفة، ولكن شكون اللي سجع؟ اللي يسجعوهم الموظفين. فين دار هاد الإشهاد؟ في أي مدينة؟ في أي مقاطعة؟ هادي دايروها سيدي في المقاطعة الخامسة. في مدينة وجدة. في مدينة وجدة. والإشهاد ها هو. أييه؟ ها هو الإشهاد. أشنو فيه بلا ما الإشهاد كيقول لك يا سيدي فرها الرقم تاع كل ناس. ما كاينش. ما كاينش، ها وحدة. الزوجة ولا الكارثة العظمى هاد الموظف ولا مهندس دولة. ما بقاش كاليزاسيون. شو واش دايرة أستاذ؟ دار الكاشي في البلان. في البلان. أييه. ولا مهندس ولا في بلاصة الكاداس. كيفاش بغيت أنت هاد المحكمة ما كتحكمش؟ إذا المحكمة ذات الخدمة ديالها. المشكل ماشي ديال المحكمة. ديال الموظف يتحمل المسؤولية وديال هاد الوارث. وهاد الموظف هذا. هاد الموظف هذا. واش هذا موظف كاليزاسيون ولا مهندس دولة؟ بغيت غير نعرف. والمهندس نتاع بلدية وما عندوش الحق يكاشي فيه. والمهم هذاك الشهادة واش مسجلة في الريجيستر؟ ما كاينش رقم. الرقم نتاع الكناش ما كانش. ها هو. إذا ما كانش في الريجيستر. أبا من ما كانش الرقم هنا ما كانش. إذا هنا قضية قضية زوير بناء على هاد الشهادة تنقد الملك. أنا هاد السيدي تعاقب. هذا الموظف. إذن أيها النظر الكرام، اسمح لي لأن ما تقولناش الإسم، إحنا نحتفظوا بالأسماء لأن قالك المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولكن إحنا غادي نطلبوا من الناس المسؤولين. ولكن راه هذه راه مشات للمدير العام تاع البلدية، راني نقولها، راه عارفه رئيس المجموعة الحضرية، راه عارفه
إذن السي الملياني ها الشكاية اللي درتها الأخرى درت شكاية من درت هاد الشكاية؟ ها هي درتها الرئيس المجموعة الحضارية درت أي وجاوبك ولا ما جاوبكش؟ جاوبوني ولكن هل جاوبني جاوبوني هل جاوب ماشي رئيس المجموعة الحضارية اللي جاوبني سيدي ها هو واشنو قالوا في الجواب؟ الجواب سيدي كيقول لك تقديم بهذا السيد من خير ملياني لموضوع الإشهاد لمستشفى الإمضاء بهذه الملحقة غير قلنا غير باختصار واش قال لكم واش قال لك داكشي قانوني ولا غير قانوني؟ لا قال لك سيدي هذا إشهاد من حقه يديرو خوه يسمى من حقه فرد وما ذكرش التصميم أنا داير الشكاية بالإشهاد وداير بالتصميم هنايا في الجواب ما راه داير ليش التصميم علاش ما جاوبنيش على التصميم اللي داير الكاشي ديالو هو هذا إذن كان جواب ناقص الإشهاد محقو ولكن التصميم ماشي محقو اللي بغيت تقول ها هو نعاود إذن سي ملياني نختصروا شوية باش الناس ما تقنطش حنا شفنا التصميم فيه الكاشي هذا بغيتو تجاوبني عليه علاش إذن بركة إذن دابا غادي نقولوا للناس المسؤولين السيد وكيل العام المحترم السيد ولي الأمن الناس المسؤولين باش يفتحوا تحقيق في هذا الزوير إذا كان فعلا كاين زوير غادي يتعاقب مول الزوير ولا كانت مجرد إشاعة وغير أنت كتقول غادي يتعاقب أنت متفقين مرحبا إذن ينظرك أنا بحال اللي كتعرفوا حنا كنوصلوا المعلومة السيد كيقول لك مغبون ومقهور وزوروا له ونزيد بالحذر ما غاديش توقف هنايا ود السيد الحاج خلي داك الشيء عندك حنايا هذه القضية اللي توصل إن شاء الله حتى لسيدنا الله ينصرو يولي خاطر علاش باين التزوير وعلاش ما يعطيولوش حق إذا أنا نشكر واحد الإنسان اللي كنشكرو في إدارة البلدية نشكرو بزاف